طيب مدلل الري ليش دي بيقول سران بريل تو ايتش اذر بتكون موازية لبعض البعض وزن مدلري ري بشكل أشعة كده في اللب بتاع الكلى. which separates the glomeruli into groups تقسم الكلوميرولاي أجزاء الكلى اللي مجموعات composed of proximal straight tubules, distal straight tubules and collecting ducts تتكون من proximal tubules أنابيب مستقيمة وأنابيب بعيدة مستقيمة و collecting ducts collecting يعني مجتمعة كلها مع بعض تجتمع في نهايات ال distal tubules في النهاية تجتمع وتعمل أنابيب واحدة. جوكسترا جلوميرال أباريتس جوكسترا جلوميرال أباريتس المجاورة إلى الكبيبات جهاز المجاور للكبيبات lies where the initial straight part of distal complete tubules come in close contact with the vascular wall of the right kidney بيقع في الجزء بداية الجزء بتاع الديستال كومبليت تيبيولس البعيدة وبيجي بيكون ملتصق مع الأوعية الدموية وبذا رينال كاليسيس استركشور اوف ذا ديكسترا جلوميرال ابريتس ايش شكل الديكسترا جلوميرال ابريتس ديا شكل الديكسترا جلوميرال ابريتس اول حاجه هو طبعا قلنا بيكون عباره الديكسترا جلوميرال ابريتس ديا مجموعه الاوعيه الدمويه وبتجي تلقى الكبيبة بتاعت الكلى و تقوم تصفي الدم تعمل على تصفية الدم ويحصل انه يرجع بعض الدم 75% واكثر من 75% انه يعاد افرازه الى reabsorption في الجسم يرجع للجسم مرة ثانية ويخلي البول بيكون concentrated يعني على حسب احتياج الجسم. طيب اتكلمنا بعدها عن المدلري ري وجينا الاكسترا كورميرال ريتش قلنا شكلها قلنا عندها ماكيولا دينسا at the point where the distal complete tubules touch the arteries لما distal complete tubules تكون تلامس الشرايين cells of extra distal complete tubules become columnar تكون عمودية and more closely packed تكون مرتبطة مع بعضها شديد with apical nuclei تكون النواة بتاعتها في الأعلى. بعدين بلقى just extra granular cells modified small muscle cells of tonic medulla of arterioles تعمل سكرتري في النطايب سيلز ويز راوندد نيوكليا بتكون هي خلايا افرازيه اللازي سيلز كسترا كلومرال المازينجل سيلز عندها سيم فانكشن بتاعه الكلومرال مازينجل سيلز نفس الوظيفه. من الاشياء المهمه هنا ايش هي الوظيفه بتاعت الكسترا كلومرال ابريتس تنظم اوتو ريجوليشن اوف كلومرال فلتريشن ريت تنظم معدل التصفيه بتاعت الكلى اللي هي معدل التصفية ده glomerular filtration rate يعني في كلى بتصفي كويس يعني ناس بيشوفوها في ناس الفشل الكلوي معدل التصفية بتاعهم بيكون نازل ما يصفوا دم كويس. control the blood pressure within arterioles تتحكم في الضغط في الشرايين الارتريولز collecting ducts ايش هي collecting ducts الانابيب المجتمعة دي اللي هي joining of collecting tubules tubules كتيرة ترتبط مع بعضها open at the tip of medullary pyramids بتفتح في الهرامات اللي في اللوب بتاع الكلى الابيسيليوم في collecting duct الانابيب المجتمعة دي collecting duct الابيسيليوم بتاع more columnar cells بتكون خلايا عمودية with scanty microvilli بتكون في قليل من الحلمات الصغيرة microvilli these cells rest on enfolding basement membrane بتكون موجودة في enfolding غشاء قاعدي تكون السيلز دي موجودة فيهم. طيب
نيفرون استراكشر دي مثلا عندي رينال كبسولز ايش فيها والبروكسيمال كونفوليوت ايش فيها، كل جزء منها بيوريني كفرد باي ايش. مثلا الكبسول فيها كابلاري بول كفرد باي بيدوسايتس اند سراوندد باي سيمبل سكويموس ابيثيليوم، دي مهمة. طيب البروكسيمال كونفوليوت تيبيولز لايند ويز سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم، سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم نفس دي تقريبا. ان بروميننت براش بوردر، برومنت البراش بوردر حقها. طيب اللوب اوف هينلي تيوبيول ذات فورم ا لوب ذات ار ثيك اند ثين اسندنج اند ديسندنج بورشن، يعني فيها لوب ثيك غليظ وجزء منه سين بتكون نازله وبعدين طالعه لفوق. ذا موست ديستال بارت اوف ذا لوب اوف هينلي اكستند انتو ذا مدلة، الاكثر واحد ديستال بيروح في المظله. Thick limb are lined with simple squamous cuboidal epithelia. وسين limb السين جزء الضعيف منها lined with simple squamous epithelia. الديستال كونفوليوتد تيوبيولز اللي هنا ديستال كونفوليوتد تيوبيولز ايش وصفها؟ lined with simple cuboidal simple cube شكل كيوب زي البروكسيمال with only spare brush border. اوكي فيها سبيرس brush border. لاحظ انه في البروكسيمال كان عندي برومينانت براش بوردر. طيب اللي هو دي قلنا only sparse براش بوردر. The cytoplasm of cells tend to be paler than that of proximal convoluted tubule. cytoplasm بتاعها فيها بيكون شاحب بيل. طيب تقريبا الجداول دي مهمة جدا لأن فيها ملخص تقريبا للكلام اللي فات. طيب النيفرون ورينا الكولبوكسل بتاعتها سيمبل سكويموس، المين فانكشن وظيفتها الأساسية فلتر البلود اند فور يورين، تصفي الدم وتصنيع اليورين. البروكسيمال كونفليوت تيبيولز انا اشوف انه الجدول ده من اهم الجداول، الواحد المفروض يكون عارفه تماما. البروكسيمال كونفليوت تيبيولز سيمبل كيوبويدال ابيثيليوم ويز لونج مايكروفيلاي هي البراش بوردر، ري ابزورب 70 to 80% من الصوديوم اند كلورايد اند ووتر، تعمل ري ابزورب كمان للجلوكوز امينو اسيد وتنتج الكالسيترول هو الاكتيف فورم بتاع فيتامين دي، ودي هي الوظيفة او المين فانكشن بتاع البروكسيمال كونفليكت تيبيولز. الجزء ده مهم جدا. اللوب اوف هيلي عنده سين ليمب وستيك ليمب. السين ليمب فيها سيمبول سكويموس ابيثيليوم، المين فانكشنال هاي بيرميبلتي تو ووتر منفذة للمويه، لكنها ليس بيرمبل ما تنفذ الاملاح يعني المويه تطلع منها، عكس السيك ليمب لانها غليظه هي سيمبول كيوبويدال كيوب شكل مكعبات والشورت مايكروفيلاي لأنها غليظة impermeable to water retain water لكنها تطلع الأملاح. السيم الديستال conflict tubules simple cuboidal epithelium والشورت مايكروفيلاي دي بتعيد امتصاص الصوديوم ري ابزورب الصوديوم لكنها تفرز مين البوتاسيوم يطلع بدل الصوديوم مع البوتاسيوم ري ابزورب وسكريت البوتاسيوم. اوكي okay.